السلام عليكم، مساء الخير لكم جميعا. توجد أصدقائي أخبار عاجلة من ألمانيا، حيث تم اعتقال لاجئ عمره 27 سنة. هذا الشاب يقولون بأنه من جنسية سورية. حسب التحقيقات الأولية وحسب ما نشروا عليه الآن شبهة، هذه الشبهة لم يتم تأكيدها 100%. قالوا بأنهم يظنون بأنه خطط لعمل هجوم بالسكين على جنود ألمان في قاعدة عسكرية بولاية بايرن بمنطقة أوبرفرانكن. ما زالت الآن التحقيقات مستمرة ومتواصلة، هل فعلا هذا الشاب خطط وفعلا كانت لديه نية ليقوم بالهجوم على الجنود الألمان؟ قالوا بأنه هذا الشاب الذي عمره 27 سنة لم تكن يعني أي شبهات عليه بأنه متشدد ديني، وقالوا بأنهم وصلوا إليه بعدما يعني تحقيقات أخرى بخصوص بعض العمليات الإجرامية إلى آخره، الخاصة أيضا بالمخدرات إلى آخره، توصلوا بأنه اشترى سكينين كبيرين. شراؤه لسكينين كبيرين، وأيضا بسبب التحقيقات التي قامت بها السلطات في ولاية بايرن، يعني توصلوا بأنه كان يخطط للهجوم على قاعدة عسكرية في أوبرفرانكن، وكان ينتظر إلى أن الجنود الألمان يخرجون لقضاء وعمل يعني استراحة الغداء، وعندما يخرجون هناك للتنزه في بهو والمكان يعني بالقرب من القاعدة العسكرية، بأن يهجم عليهم بالسكين ويقوم بطعن الجنود الألمان. وحسب التصريحات التي أيضا نشرتها الصحافة بأنه كان هذا الأمر يعمله من أجل يعني ما يحصل في غزة. المهم، السلطات الأمنية في ولاية بايرن قالت بأنها رغبت بالقبض عليه ولم ترغب بالانتظار والتواصل مع باقي الهيئات والإدارات الأمنية الألمانية الأخرى للتأكد من الشبهة، خوفا من أن يقوم الشاب بهجوم بالسكين على التكنة العسكرية. وقالوا بأنه جاء من سوريا ودخل إلى ألمانيا في عام 2015 ويحمل إقامة اللجوء، وقالوا بأنه لم يكن معروفا بخصوص التشدد الديني نهائيا، لكن كان متابعا بقضايا قديمة كانت تتعلق بالمخدرات. والآن سوف يتابع حسب الفقرة 89 آ من قانون الجنايات، وهي الفقرة المتعلقة بالإعداد إلى جريمة كبيرة. يوجد الآن بسجن التحقيق. السلطات الألمانية قلقة من أنه الحرب في غزة تكون سببا في زيادة الخطر الأمني يعني في ألمانيا. خبر ثاني أصدقائي، عرفت ألمانيا اليوم مشاكل كبيرة بالدفع ببطاقة البنك في عدد كبير من المتاجر الألمانية. عدد كبير من الناس ذهبوا هذا اليوم إلى السوبر ماركت أو إلى المحلات التجارية ولم يستطيعوا الدفع ببطاقة البنك، واضطروا إلى الدفع يعني كاش عن طريق النقود الورقية أو النقدية. وحسب تصريحات أولية الأمر متعلق بمشاكل تقنية كبيرة عرفها نظام الدفع البنكي ولم يحددوا نوع المشكلة. الأمر يظهر عدم جاهزية العالم للتخلي النهائي أو بشكل كبير على النقود الورقية، وأن الاعتماد بشكل كبير ومكثف على نظام الدفع الرقمي البنكي لو حصل خلل مثل الخلل الذي حصل اليوم يمكن أن يشكل مشكلة كبيرة. أصدقائي، هل أيضا عانيتم هذا اليوم من مشكلة الدفع ببطاقة البنك؟ شاركونا آراءكم وتجربتكم. أيضا تحذير عاجل لسكان ألمانيا، خصوصا من يعيشون بجنوب شرق ألمانيا، من عند طرف هيئة الأرصاد الجوية الألمانية التي حذرت من أن مناطق متعددة في ألمانيا يمكن أن تعرف نزول كميات كثيفة من الأمطار وحصول فيضانات، خصوصا بمناطق ولاية بايرن، جزء أيضا من ولاية ساكسن، وجنوب ولاية براندنبورغ. هذه المناطق يمكن
أن تعرف نزول أمطار كثيفة للغاية أو حتى نزول ثلوج. أيضا الأرصاد الجوية بالتشيك وببولندا هناك أيضا الوضع مقلق جدا من الحالة الجوية، لأن الأمطار ممكن أن تبدأ بشكل مكثف هذا اليوم وتستمر يوم السبت دون توقف، وتستمر أيضا إلى غاية يوم الأحد دون توقف، فالمرجو الانتباه. مجموعة كبيرة من الدول الأوروبية ما زالت تناقش قرار ألمانيا بمراقبة كبيرة لحدودها، لأنه بداية من 16 من شهر سبتمبر الشهر التاسع أعلنت ألمانيا أنها سوف تكثف المراقبة. الآن يعني كثرت وجاءت تصريحات متعددة. مجددا النمسا أكدت بأنها لن تقبل باستقبال أي لاجئين تقوم ألمانيا بإرجاعهم وإعادتهم إلى النمسا، لأن ألمانيا ترغب الآن بزيادة المراقبة على جميع الحدود، وفي حالات كثيرة يمكن أن تعيد بعض الأشخاص الذين مثلا مروا عبر دول أوروبية وجاءوا إلى ألمانيا، ممكن أن ألمانيا تعيدهم أو تمنعهم من الدخول، والناس الذين لديهم بصمة يمكن أن يتم إسراع بإعادتهم إلى الدولة التي بصموا فيها. النمسا تقول بأنها لا ترغب باستقبال أي شخص ترجعه ألمانيا. بولندا أيضا أكدت وأعلنت عن قلقها وقالت بأن هذا الأمر خطير جدا على اتفاقية شنغن للنقل الحر في أوروبا، وطلبت بولندا من ألمانيا بأن تهتم ألمانيا وتركز بشكل كبير وتقوي المراقبة بشكل كبير على الحدود الأوروبية، وليس فقط الاهتمام بحدود ألمانيا الوطنية. اليونان رئيس الوزراء أعرب عن انزعاجه وقال بأن الأمر غير عادل، لأن جميع اللاجئين وأغلب اللاجئين الذين يدخلون إلى أوروبا يمرون عبر اليونان عبر بلده، فاليونان أعربت عن قلقها من أن تتضرر من هذا الأمر، خصوصا أن أغلب اللاجئين يمرون من أرضها، وهذا يمكن أن يزيد عليها الضغط إذا تم إجبار جميع اللاجئين الذين يدخلون عبر اليونان بإعادتهم إلى اليونان. هولندا تفهمت موقف ألمانيا لأنها ترغب بمراقبة أراضيها، لكن هولندا قالت بأنها لن تقبل بأي أشخاص مرحلين ترجعهم ألمانيا إلى هولندا، لأنه معروف بأن هولندا أصبحت الآن في يد اليمين المتشدد، وعدد كبير من اللاجئين بدأوا يهربون من هولندا ويحاولون الدخول إلى ألمانيا. ألمانيا تكثف، سوف تبدأ الآن أيضا بمراقبة حدود هولندا، وممكن أن ترجع بعض اللاجئين إلى هولندا وتقول لهم أنتم سجلتم في هولندا يجب أن ترجعوا إلى هولندا. هولندا قالت بأنها لا ترغب باستقبال لاجئين ترجعهم ألمانيا. الدنمارك أعربت عن قلقها بخصوص المسافرين والاقتصاد، وأكدت بأن مراقبة الحدود من الطرف الألماني ممكن أن تزيد من حصول الازدحام الشديد بالطرقات. فرنسا بعض السياسيون تساءلوا هل مراقبة الحدود التي تقوم بها ألمانيا تتوافق مع القوانين الأوروبية. سويسرا التي لا توجد داخل الاتحاد الأوروبي قالت ألمانيا بالفعل لها الحق في مراقبة حدودها ولا مشكلة عند سويسرا في ذلك. وصل أيضا الخبر إلى أمريكا ومجموعة من الصحف الأمريكية تراقب قرار ألمانيا أنها ترغب بتقوية مراقبة حدودها، ويعني التقليل بشكل كبير من الهجرة الغير شرعية، وقالت بأن موقف ألمانيا حاسم بالنسبة للوحدة الأوروبية، وقالوا بأن الاتحاد الأوروبي يمر الآن باختبار عسير، لأنه إذا ألمانيا فعلا قوت مراقبة حدودها الوطنية فيمكن أن مجموعة من الدول الأوروبية تعيد مراقبة حدودها الوطنية، بذلك ممكن أن تنهار وتنتهي بصفة نهائية يعني اتفاقية شنغن للمرور والتنقل الحر بين الدول الأوروبية. لكن ألمانيا بعد الحوادث الكبيرة التي حصلت تقول بأن هناك ضرورة حتمية بوقف الهجرة الغير شرعية ومنع دخول المهاجرين أو اللاجئين الغير شرعيين إلى الحدود الألمانية. ألمانيا تقول بأنها تريد أن تشجع الهجرة الشرعية
عبر التقديم إلى التأشيرات، وأن ألمانيا تعرف من يدخل إلى أرضها، وألمانيا لا تريد أن يدخل أي أحد إلى أرضها وهي لا تعرفه أيضا لأسباب أمنية. كانت هذه أصدقائي جولة دقيقة لأهم الأخبار التي تتكلم عنها الصحافة الألمانية، كي تكونوا دائما على علم بكل شيء وتتوصلون بالأخبار الدقيقة والصادقة دون لف ولا دوران ولا تلاعب بالمشاعر، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.